طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم، تعالوا نشوف تقرير عن نص نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وأيضا الأهلي وسموحة، وبعد كده نرجع نستقبل ضيفنا الكبير، واحد من أساطير كرة اليد المصرية، الكابتن الكبير كابتن حمادة الروبي. خليكم معنا. مباريات في قمة الصعوبة أمام الزمالك والأهلي في كأس مصر أمام بيراميدز وسموحة في الدور قبل النهائي من نسخة الموسم الماضي، فيما يشبه البروفة الأخيرة للفريقين قبل قمة الدوري والمقرر لها السبت المقبل. الزمالك والأهلي اللذان تعادلا سلبيا في آخر مواجهتهما أمام الاتحاد السكندري والمصري وواصلا إضاعة النقاط يدخلان في مباريات الكأس وهما يضعان هدفين أمامهما، الأول هو التأهل إلى نهائي كأس مصر والثاني رسالة طمأنة لجماهيرهما قبل القمة في ظل تراجع الأداء والمستوى الفني. الثنائي البرتغالي والسويسري يسيران على الأشواك في قيادة الزمالك والأهلي في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام على أداء ومستوى القطبين. زمالك فيريرا يعاني بشدة وأخفق في العام الجديد في تحقيق أي فوز حتى الآن بعد الخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف ثم التعادل بهدف لكل فريق أمام الداخلية بعد أن اقتنص مدافعه محمد عبد الغني هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليحافظ على حظوظ الزمالك، وأخيرا التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري وسط عدد من الأزمات الفنية والإدارية التي تواجه الفريق ليصل إلى النقطة 26 في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري. وفي المقابل أهلي كولر رغم تصدر المسابقة برصيد 31 نقطة إلا أن أداء الفريق ليس ثابت ونتائجه متغيرة ولم يقنع الفريق مؤخرا جماهيره حتى الآن، وجاءت نتيجة مباراة المصري والتعادل السلبي الأخير ليجعل هناك حالة من القلق قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر وأيضا قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، فمن سينجح في النهاية أن يرسل رسالة طمأنة لجماهيره قبل قمة السبت المنتظرة.